من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. نتحدث عن مجمل التطورات ولربما نقطة التحول في مقتل الأسير أحد الرهائن اليوم في قطاع غزة. كيف كان هذا ردود الفعل على مستوى الشارع الإسرائيلي وأيضا على مستوى الحكومة؟ كيف تتعاطى الآن؟ نعم، يعني ربما هذا الإعلان جاء ليضغط أو كضغط إضافي على حكومة نتنياهو وأيضا رفع مستوى الاحتجاجات من قبل عائلات المحتجزين الذين باتوا مقتنعين بأن نتنياهو ربما أيضا في هذه المرة والتي يعتبرونها الفرصة الأخيرة سيتعمد عرقلة الصفقة. ولكن نتحدث فعليا عن مشاورات أمنية بدأت منذ أمس وصولا إلى اليوم ما بين رئيس الحكومة نتنياهو والأجهزة الأمنية كانت بالأمس، واليوم أيضا عقدت جلسات تقييمية منذ ساعات الظهيرة، وبعد قليل أيضا ستعقد جلسة أخرى من باب الإحاطة حول القمة الرباعية والمفاوضات، وسيشارك في هذه الجلسة برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو كل من وزير الجيش يوآف جالانت بالإضافة إلى رئيس الشؤون الاستراتيجية ووزير الخارجية الإسرائيلي وكبار الضباط ورجال الأمن والعسكريين. وبالتالي أيضا سيشارك ضمن هذه الجلسة التقييمية وزير القضاء ليفين بالإضافة للمستشارة القضائية للحكومة لمناقشة ما يتعلق بالصفقة والإحاطة حولها، وأيضا لمناقشة ما يتعلق بالمحكمة الجنائية والاعتقالات المتوقعة صدور قرار بشأنها بحق كل من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير جيشه جالانت. وبعد هذه الجلسات التقييمية ستعقد جلسة للكابينت الأمني والسياسي الموسع في الساعة 9 من مساء هذا اليوم لتقييم وبحث المفاوضات والصفقة وإلى أين ستصل هذه المفاوضات. الوفد الذي تم إفاده هو المصادقة على أن يذهب للمشاركة في المفاوضات للصفقة المحتملة كان بالبداية فقط يقتصر على رئيس الموساد دافيد برنيع، ولكن بسبب غضب عائلات المحتجزين ضغط هذا على نتنياهو ليشارك أيضا في الوفد كل من رئيس الشباك رونين بار بالإضافة لمسؤول ملف العسكريين المحتجزين نيتسان إيلون وأيضا مستشار نتنياهو الذي يلقى هذا الاختيار لإفاده مع الوفد تساؤلات كثيرة، إذ أنه يعتبر سياسي فلماذا يذهب ضمن هذا الوفد، وعلى ما يبدو أنه يذهب ليضع خطوط حمراء يمنع على الوفد تجاوزها. على أي حال نتحدث عن قلة التسريبات بشأن الصلاحيات التي منحها نتنياهو للوفد، ولكن توصف بأنها صلاحيات أوسع من السابق ولكن محدودة. يرفض نتنياهو حتى اللحظة أي تنازلات حول محور فيلادلفي أو نتساريم أو حتى معبر رفح، وكذلك فيما يتعلق بإعادة النازحين من الشمال من الجنوب إلى الشمال أيضا ما زال نتنياهو يصر على موقفه ويطالب أيضا بقائمة تحتوي على اسم 33 من المحتجزين الإسرائيليين، وترى الولايات المتحدة أن هذا الشرط يعتبر شرط تعجيزي. اللافت أن المتطرفان الوزراء في الحكومة سموتريتش بيتسل إيل سموتريتش وبنغفير اللذان قد عبرا في وقت سابق عن رفضهما لأي صفقة محتملة قد تكون أو إفراج عن أسرى فلسطينيين لم يصرحا منذ أمس. حتى اللافت أكثر أن بنغفير الذي كان يصر على المشاركة بهذه الاجتماعات لم يكن لا في الاجتماعات الأمنية التقييمية أمس ولا حتى في اجتماعات اليوم، غاب عن هذه الجلسات حتى هذه اللحظة. ولكن أيضا بالجانب الآخر عبد الله هناك
أعضاء كنيسة من اليمين المتطرف يطالبون بعدم التنازل أو تقديم تنازلات من قبل نتنياهو، حتى أن هناك جزء من عائلات المحتجزين عبروا اليوم عن أن لا يجب الانسحاب من محور فيلادلفيا أو نتساريم أو حتى معبر رفح، لأن هذا سيكون وسيؤدي إلى تنازلات تؤدي إلى إيقاف الحرب. المطالب في الوقت الحالي هو الذهاب إلى المرحلة الأولى من الصفقة، عدم إيقاف العمليات القتالية بشكل تام، ومن ثم العودة مرة أخرى بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى العمليات القتالية. هذا التأييد على ما يبدو أنه بأغلبية، ولكن فعليا نحن نتحدث عن ترقب كبير وانتظار لنتائج هذه المفاوضات التي لن يتم يعني الإعلان اليوم مثلا عن أن سيكون هناك يعني صفقة بشكل سريع. ستحتاج، إن كان هناك جسر للهوة، ستحتاج إلى أسبوع إلى 3 أسابيع حتى إنهاء هذه المفاوضات. حالة التأهب القصوى ما زالت ترفع، تخوف كبير من ضربة محتملة من إيران وكذلك من حزب الله. كان هناك ارتياح إسرائيلي نوعا ما اليوم بأن إن كان هناك صفقة محتملة أو أفق للصفقة لن يرد حزب الله. ليخرج نائب الأمين العام لحزب الله اليوم ليقول بشكل واضح أن اتخذ القرار بالرد وسيكون هناك رد، وحتى لو كان هناك صفقة محتملة أيضا سيتم الرد. لكن الآن تعول المنظومة الأمنية على أن إن كان من إيران أو حزب الله، في حال الذهاب إلى الصفقة المحتملة ربما سيكون رد رمزي أو رد أقل حدة من الرد المحتمل والذي تتخوف منه المنظومة الأمنية حتى اللحظة. شكرا لك. هذه اللحظة. نعم، شكرا لك من القدس مراسلة المملكة ليالي عيد. ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون. أهلا ومرحبا بك معنا سيد إبراهيم. بناء على ما هو موجود بشكل واضح ومعلن في وسائل الإعلام وعلى جميع المستويات السياسية، كيف يمكن الحديث عن السيناريو القادم وما يتم في مرحلة التفاوض الآن؟ في البداية تحياتي لك وللمشاهدين. أهلا بك. أن السيناريوهات ما زالت غامضة وأن الواقع معقد من الصعب قراءته، خصوصا أن نتنياهو ما زال يقف حجر عثرة أمام وقف حرب العبادة في قطاع غزة، وأن هناك حراك أمريكي لكن أيضا غير ضاغط. وما يجري اليوم هو حوار أو مفاوضات جديدة بين الوسطاء ويشارك بها الجانب الإسرائيلي. أما حركة حماس فهي قدمت رؤيتها ورأيها وقرارها في 2 يوليو الماضي وتلقفه الوسطاء وقبلوا به وفاوضوا به الجانب الإسرائيلي وأيضا وافق عليه الجانب الإسرائيلي، ولكن حينما ذهب إلى نتنياهو عطلوا وأضاف عليه شروطا تعجيزية جديدة من أجل إفشال، وقام بسلسلة من عمليات الاغتيال والجرائم الوحشية، يعني كان أقساها حقيقة ومذبحة مدرسة التابعين. لهذا اليوم نحن مرحلة معقدة جدا، لكن أنا باعتقادي أن حماس والفصائل الفلسطينية لن تقف حجر عثرة في حال تم الوصول إلى وقف إطلاق نار ووقف العبادة. لن تقف في حال القبول بما جاء به نتنياهو من جديد في مرحلة التفاوض، أم على الحدود السابقة نتحدث سيد إبراهيم؟ لا، حركة حماس قدمت كل ما لديها، وهي لديها أولوية اليوم بوقف حرب الإبادة ووقف العدوان والعمل على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. فأي حل فيه وقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي لن تقف عقب أمامه. طيب برأيك ما الجديد الآن في على مستوى التحركات لحركة حماس مع يحيى السنوار؟ هل سيكون هناك تحركات لربما بنقاط تحول مختلفة ستغير من شكل الصراع ومن شكل هذه الحرب أو حتى على المستويات السياسية؟ وللعلم حركة حماس حركة مؤسساتية ولا يحكمها شخص أو فرد واحد، وحضور هنية أو السنوار أو مشعل أو غيرهما أو أي قرار يتم بالتشاور وبالعمل على المبادرة. ولهذا أنا أعتقد أن السنوار لم يكن غائبا أصلا عن القرارات الأخيرة التي يعني كانت قبل اغتيال السيد إسماعيل هنية، ولم يكن غائبا أيضا عن أي قرار وتوجه
في هذه المرحلة. هناك يعني هيئة قيادية مختلفة لدى حركة حماس هي التي تصيغ المعادلات وهي التي تدرس المقترحات، وأعتقد كما قلت أن الأمور واضحة الآن. الآن حماس تريد 4 أشياء بشكل واضح: أولا وقف العدوان، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إغاثة شعبنا الفلسطيني، وضمان عملية الإعمار والذهاب بعد ذلك إلى صفقة التبادل. الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة هو غير معني بأي شكل من أشكال وقف العدوان. حتى نتنياهو يقول حتى لو وصلنا إلى صفقة نحن سنستمر في حرب. هذا الأمر لا شك أنه يعقد كل شيء. لهذا المشكلة هي عند نتنياهو نفسه. نتنياهو الذي يصر يعني على الاستمرار في العدوان، له عشرة أشهر يقوم بأبشع وأقذع عمليات يعني القتل والتدمير والإبادة أمام مرأة ومسمع من العالم. وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإدارة للتفاوض ولا تقوم بجدية للوصول إلى ولا تعمل بجدية للوصول إلى إنهاء هذه الحرب. مسألة اغتيال إسماعيل هنية في إيران ربما كانت نقطة تحول أو شكلت فارق في شكل التعاطي الإيراني مع الأزمة، مع الاحتلال الإسرائيلي، مع الحرب على غزة. الآن كيف يمكن الحديث عن هذا التعاطي الإيراني وربط ما يتم الحديث عنه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق بالرد الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي؟ هو للعلم هناك مسارات، يعني حماس أعتقد أنها لا تخلط ما بين الأمرين. هناك قضية إيرانية واضحة وهو استهداف ضيف ثقيل بحجم رئيس حركة حماس سيد إسماعيل هنية وقتله في مقر الضيافة الإيراني، وهذا يترتب عليه ردود فعل إيرانية والجميع ينتظر هذا الرد الإيراني. الأمر الثاني، هناك حرب مفتوحة، حرب إبادة، حركة حماس معنية أن تتوقف هذه الحرب. هل تعتقد بأنه سيكون هناك رد إيراني سيد إبراهيم بناء على التصريحات الإيرانية؟ حتى اللحظة هذا أمر إيراني داخلي، يعني كيف يمكن يعني إخراج آلية الرد. لكن أنا حقيقة ما يهمنا اليوم هو، وخصوصا نحن كفلسطينيين بشكل عام، هو وقف حرب الإبادة التي يتعرض له شعبنا الفلسطيني. كله يصب في هذا الإطار. يعني هناك تشابك في الملفات في هذا الإطار، ونحن نسأل هنا عن مسألة ربما الدور الإيراني الأكبر لربما الآن في مسألة الدخول، لأنه بعد اغتيال هنية أصبح أيضا هناك حديث إيراني عن الدخول في المفاوضات ورفضه الجانب الإسرائيلي، وهو كان لربما بوساطة أمريكية يمكن الدخول، ولكن الآن يتم الحديث عن مسألة من المحتمل أن يكون هناك تفاوض أمريكي إيراني على بعض الملفات فيما يتعلق بمصلحة إيران لعدم إيجاد رد وبالتالي إنهاء الحرب في قطاع غزة أو استمرارها. في هذا الموقف كيف يمكن قراءة كل هذه المواقف التي تصب في محاولة إيقاف الحرب في غزة؟ هو من المعروف أن إيران دولة ثقيلة وإقليمية ومركزية ولها تعقيدات ولها ملفات ومعادلات وليست سهلة. هي تعهدت أن يكون لها رد ورد كبير على اغتيال ضيفها قائد حركة حماس إسماعيل هنية. الآن كيف ومتى؟ طبعا هذا شأن إيراني حقيقة. اليوم الشعب الفلسطيني معني بوقف العدوان، وقف حالة الحرب وحرب الإبادة، لأنه هناك واقع إنساني كارثي كبير. ما يخص إيران من مفاوضات وحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا يخصها هي ولها الكثير من في هذا الشأن. حقيقة لم يزور أي تصريح، لأن أنا بصفتي متابع الآن، لم يزور أي تصريح حول نية إيران الدخول بالمفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار. بل ما أعرفه وما تم يعني التصريح به ومن خلال متابعتي أدركت أن محور المقاومة متمثلا بحزب الله وأنصار الله وغيرهم من القوى وربما إيران هم فوضوا حركة حماس بيحدث باسم المحور بشكل كامل في المفاوضات، وحماس مؤهلة أن تتحدث حتى باسم الجميع في موضوع وقف إطلاق النار. ولهذا الأمر معقد. لكن الاحتلال الإسرائيلي ليس المشكلة الآن في الرد الإيراني إن كان سيقع أو لا يقع. المشكلة أن هناك حرب إبادة قائمة ونتنياهو لا يريد لها أن تتوقف. اليوم تحدث عن 50,000 شهيد، تحدث عن 2 مليون نازح، تحدث عن واقع مأساوي كارثي إنساني، والجميع يتفرج والجميع ينظر. هذه هي الأولوية اليوم، هو وقف حرب الإبادة حقيقة.
شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون كنت معنا من إسطنبول.